إذن سوف نقوم الآن في هذه الجلسة بحل تمارين بما يتعلق بنهاية الدالة العددية وبما يتعلق باستمرار الدوالة العددية والاشتقاق وتطبيقات الاشتقاق والقيم الحدية أو القيم المحلية ونحل تكاملات. لنبدأ الدرس. السؤال الأول طلاب، يقول السؤال الأول حل النهايات التالية. طبعا معظم هذا النوع من الأسئلة راح يجيكم اختر إجابي صحيحة، وهذا الأمر ما راح يتوقف فقط على اختر إجابي صحيحة، هاي النهايات راح نستعملها في كثير من الأسئلة اللي راح تجينا في الامتحان بما يتعلق بدراسة التغيرات وبما يتعلق بالمقاربات وما يتعلق بالمفاهيم الأخرى. النهاية الأولى نهاية X مكعب زائد واحد على X مربع زائد X لما X تسعى إلى الناقص واحد. جميعنا يعلم أن النهاية تعويض، لحنا منعوض ناقص واحد للتكعيب، ناقص واحد زائد واحد على ناقص واحد للتربيع واحد ناقص واحد، فيكون الجواب صفر على صفر. نجد أنفسنا أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر والدالة كسرية حدودية. ماذا نفعل عندما يكون لدينا عدم تعيين من الشكل صفر على صفر والدالة كسرية حدودية؟ نقول نحلل البسط ونحلل المقام ثم نختصر العوامل المشتركة. أحد الزميلات عم بتقول الحد الأعلى الحد الأعلى، نصحح هذه الفكرة بأن نقول نأخذ الحد الأعلى الحد الأعلى لما X أحسنت تسعى إلى اللانهاية. لذلك هنا بالتعويض حصلنا على عدم تعيين من الشكل الصفر على صفر، بدنا نحلل البسط ونحلل المقام. البسط هو المتطابقة التكعيبية الثالثة، X مكعب زائد واحد مجموع مكعبي عددين تساوي X زائد واحد بX مربع ناقص X زائد واحد، والمقام كثير حدود من الدرجة الثانية يحلل بإخراج X عامل مشترك. انظر البسط حللنا المتطابقة التكعيبية مثل ما نحفظينها الكل، أي حفظ بتكون X زائد واحد بX مربع ناقص X زائد واحد، ومن المقام أخرجنا X عامل مشترك، بقي عندي في المقام X بX زائد واحد. بعد أن نحلل نختصر العوامل المشتركة، X زائد واحد راح مع X زائد واحد، تحصيل حاصل طل عندي نهاية X مربع ناقص X زائد واحد على X لما X تسعى إلى الناقص واحد. طلابنا بعد اختصار العوامل المشتركة نعوض، الآن نعوض، بس إنه إحنا اختصرنا العوامل المشتركة نعوض، منعوض هلق ناقص واحد للتربيع واحد ناقص الناقص واحد زائد واحد زائد واحد على ناقص واحد، فيكون الجواب ثلاثة على ناقص واحد والتي تساوي ناقص ثلاثة. إن إجانا اختر إجابة صحيحة نختار الناقص ثلاثة. عدم تعيين من الشكل صفر على صفر وذلك كسرية حدودية، نحلل البسط ونحلل المقام ثم نختصر العوامل المشتركة. أيضا لدي هاي النهاية اللي بتجاوب على مداخلة زميلتنا من شوي، نهاية 3X مكعب ناقص 4X زائد 5 على X مربع ناقص X زائد 1 لما X تسعى إلى ناقص لانهاية. أحسنتم جميعا، دالة كسرية حدودية عند اللانهاية، تلقائيا لحنا بنأخذ الحد الأعلى على الحد الأعلى، بنقول والتي تساوي نهاية 3X مكعب على X مربع لما X تسعى إلى الناقص لانهاية. X مكعب بالبسط مع X مربع بالمقام بيبقى عندي X بالبسط كما ترون، بيصفي معي نهاية 3X لما X تسعى إلى الناقص لانهاية. بعد الاختصار نعوض، جميعنا يعلم عند التعويض منشيل كلمة الليمتد، منعوض الإكس بناقص لا نهاية، ثلاثة بناقص لا نهاية، عدد بلا نهاية لا نهاية، والموجب بالسالب سالب، فأحصل على ناقص لا نهاية. أختار الإيجابي شفناها بالامتحان ناقص لا نهاية. أيضا طلابنا لدي النهاية، نهاية ناقص 2X زائد 1 على جذر X مربع زائد 1 لما X تسعى إلى الزائد لا نهاية. جميعنا يعلم أنه النهاية تعويض، منعوض مع بعض أنا وياكم، ناقص 2 بلا نهاية لا نهاية زائد 1 لا نهاية على
جذر الزائد لا نهائي لا نهائي. نجد أنفسنا أمام عدم تعيين من الشكل لا نهائي على نهائي، وذلك سري تحوي جذر تربيعي. ماذا أفعل لما يقول لدي لا نهائي على نهائي وذلك سري تحوي جذر تربيعي؟ نخرج إكس عامل مشترك من البسط والمقام. انظروا طلاب، خلونا نفرز أفكارنا. نخرج إكس عامل مشترك من البسط والمقام. انظروا جميعا، من المقام مبدئيا بخرج إكس مربع. إكس مربع اللي بدي أخرجها راح تطلع برا الجذر إكس بالقيمة المطلقة، وفك القيمة المطلقة يعتمد على سعو إكس. إكس إلى أين تسعى؟ إلى الزائد لا نهائي، معناته إكس موجبي والقيمة المطلقة الموجب نفسه. انظروا جميعا، إذا حصلنا على لا نهائي على نهائي بالتعويض، أقول انظر من البسط أخرجت الإكس عامل مشترك، بقي عندي ناقص 2 زائد 1 على إكس. من المقام مبدئيا أنا أخرجت إكس مربع، شوفوا شو صار من تحت الجذر، إكس مربع طلعت برا، صفى عندي 1 زائد 1 على إكس مربع، والتي تساوي انظر هاي الإكس مربع اللي أخرجتها من هون طلعت برات الجذر إكس بالقيمة المطلقة، وإكس بالقيمة المطلقة تساوي إكس لأنه إكس تسعى إلى الزائد لا نهائي، تساوي نفسها. نقول راحت إكس بالبسط مع إكس بالمقام يصفي معي نهاية ناقص 2 زائد 1 على إكس على جذر الواحد زائد 1 على إكس مربع. طلابنا الفتح المايك الخارجي على هو يطفيه بعد ما يكون. نعم، انظروا جميعا، بعد الاختصار نعوض. ظل عندي نهاية ناقص 2 زائد 1 على إكس على جذر 1 زائد 1 على إكس مربع، عوض الإكس باللا نهاي، عدد على نهاي كم يساوي؟ تماما صفر. أحسنتم، ناقص 2 زائد 0 على جذر 1 زائد 0 معناته ناقص 2 على 1 والتي تساوي ناقص 2. تماما، سأنتقل من هذه الشريحة. طلاب لدي النهاية نهاية 1 زائد كوساين إكس على إكس مربع لما إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية. جميعنا يعلم أن النهاية تعويض، جميعنا يعلم أنه النهاية تعويض. منعوض مع بعض، 1 زائد كوساين اللانهاية، ما منكمل تعويض، اتفقنا يوما ما مجرد حصلنا على لانهاية جوات الصين أو الكوساين ماذا نفعل؟ أحسن برهنات الإحاطة، أخدم الإحاطة، نقوم ببناء جسم الدالي. أنطلق من الكوساين، جميعنا يعلم أن الساين والكوساين محصورات بين الناقص واحد والواحد، دائما الساين والكوساين نيناتون أكبر أو يساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد، لذلك أقول كوساين إكس أكبر أو يساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد. بدي أحصر الدالة، أول شغلي بقوم فيها رح أبني الدالة، لبناء الدالة أول شغلي بقوم فيها بقسم على إكس مربع، يقسم على إكس مربع اللي هي موجبة تماما. نعم موجبي لأنها تربيع، وتماما لأنه إكس تسعى إلى الزائد لا نهائي، في جوار الزائد لا نهائي أكيد ما رح تساوي صفر. بيصير معي طلاب كوساين إكس على إكس مربع هاي بالنص، هون ناقص واحد على إكس مربع وهون واحد على إكس مربع، أنا عم قول موجبي مشان أضمن أنه ما تنقلب إشارة التراجع. بعدين بقي عندي نجمع واحد، نجمع واحد للأطراف، و أي مقدار نجمعه أو نطرحه من أطراف المتراجحة لن تتغير إشارة المتراجحة، بيصير عندي واحد ناقص واحد على إكس مربع أو ناقص واحد على إكس مربع زائد واحد أصغر أو يساوي كوساين الإكس على إكس مربع، هون عندي زائد واحد ما ننساها، أصغر أو تساوي واحد على إكس مربع زائد واحد. هاي ميني هاي اللي بالنص إف إكس، هاي اللي بالنص إف إكس، يعني إف إكس أكبر من ناقص واحد على إكس مربع زائد واحد وأصغر أو تساوي واحد على إكس مربع زائد واحد. هيك احنا بنكون حصرنا الدالة، حصرنا الدالة بين دالتين. هلق بنوجد نهايات الأطراف، بناخذ نهاية الدالة في اليسار وبناخذ نهاية الدالة في اليمين، لازم يتساوي وعليه تكون نهاية الدالة الوسطى تساوي قيمة النهاية اللي طلعت معي في اليمين واليسار. لدينا
نهاية ناقص واحد على إكس مربع زائد واحد، لما إكس تسعى على اللانهاية عاد على نهاية صفر زائد واحد واحد، ونهاية الدالة في اليمين نهاية الواحد على إكس مربع زائد واحد لما إكس تسعى إلى الزائد لانهاية عاد على نهاية صفر زائد واحد والتي تساوي الواحد كما ترون جميعا. الدالة الصغرى سعت للواحد والدالة الكبرى سعت للواحد، نقول حسب مبرهنة الإحاطة، وبالتالي أنا واحد حسب الإحاطة تماما الدالة الوسطى نهاية واحد زائد كوساين إكس على إكس مربع لما إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية تساوي الواحد. يا طلاب أقول أطبق مبرهنة الإحاطة عندما أحصل على لا نهاية جوات الساين أو الكوساين بعد التعويض. بعد التعويض عندما أحصل على نهاية داخل الساين أو الكوساين أبني جسم الدالة انطلاقا من الساين أو الكوساين، ثم أجمع وأطرح وأضرب وأقسم بناء على شكل الدالة. مثال آخر، نهاية X ناقص 2 بالقيمة المطلقة مضروبة بكوساين مربع 1 على X ناقص 2. النهاية تعويض، منعوض مع بعض، 0 2 ناقص 2 0 بالقيمة المطلقة 0 بكوساين مربع كوساين لانهاية. ممتاز، 2 ناقص 2 0 1 على 0 لا نهاية، كوساين مربع لا نهاية. بغض النظر عن التربيع أنا حصلت على نهاية جوات الكوساين، رح نبني جسم الدالي. كيف يتم بناء جسم الدالي؟ مثل ما حكينا طبعا هون أيضا سوف أستخدم إحاطة. رح أنطلق من الكوساين، كوساين أي مقدار بيخطر في بالك محصور بين الناقص واحد والواحد، أي مقدار محصور كوساين أي مقدار الكوساين بده يكون محصور بين الناقص واحد والواحد. هلق أول شغلي رح نعمله نربع الطرف. طلابنا ننتبه إلى المايك الخارجي، يا طلاب ننتبه إلى المايك الخارجي. إذن كوساين واحد على إكس ناقص اثنين أكبر أو يساوي ناقص واحد أصغر أو يساوي الواحد. وحتى نبني جسم الدالي لازم نربع. المقدار المحصور بين الناقص واحد والواحد بالتربيع، هاي بدنا ناخذها قاعدة، بينحصر بين مين ومين؟ بين الصفر والواحد. مقدار صفر والواحد محصور بين الناقص واحد والواحد بالتربيع بينحصر بين الصفر والواحد، بيصير معي كوساين مربع واحد على إكس ناقص اثنين أكبر أو يساوي الصفر أصغر أو يساوي الواحد. مقدار محصور بين الناقص واحد والواحد بالتربيع بينحصر بين الصفر والواحد. الآن طلاب انظروا جميعا، بقي معي لحتى ابني جسم الدالي نضرب بمين؟ بإكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة، وأنا ضمنانها أكبر من الصفر لأنها قيمة مطلقة، دائما القيمة المطلقة تعطيني المقدار مقادير الموجبة. بنضرب بإكس ناقص 2، انظر إلى الطرف اليساري، صفر بإكس ناقص 2 صفر، يعني الصفر عنصر ماص بالنسبة لعمل بار. إكس ناقص 2 بكوساين مربع واحد على إكس ناقص 2 أصغر أو تساوي واحد بإكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة اللي هي إكس ناقص 2، معناته صارت عندي F الإكس انحصرت بين الصفر وانحصرت بين الإكس ناقص 2. بنأخذ نهايات الأطراف، لدينا نهاية الإكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة لما إكس تسعى إلى 2 عوض 2 ناقص 2 صفر بالقيمة المطلقة صفر، نهاية الدالة الكبرى صفر، ونهاية الصغرى نهاية الصفر كمان صفر، تسعى إلى 2 كمان صفر لأن الصفر عنصر ثابت ما بيهمه إكس وين من راحت، نهاية الصغير صفر ونهاية الكبير صفر، معناته حسب مبرهنة الإحاطة نهاية الدالة الوسطى ناقص واحد للتربيع بكوساين واحد على إكس ناقص واحد أحسنت، نهاية إكس ناقص 2 بالقيمة المطلقة بكوساين مربع واحد على إكس ناقص 2 لما إكس تسعى على 2 تساوي الصفر. إذن أستخدم مبرهنة الإحاطة عندما أحصل على لا نهاية داخل الصاين أو الكوساين بعد التعويض، عدد على نهاية يساوي الصفر. أنتقل إلى نهاية أخرى، سأنتقل من هذه الشريحة.
لدينا طلاب نهاية ساين إكس على جذر إكس مربع زائد إكس مكعب لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أصغر. انظر نهاية ساين إكس على جذر إكس مربع زائد إكس مكعب لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أصغر. عوض ساين الصفر. قديش ساين الصفر طلاب؟ أريد الجواب. واحد. صفر. صفر طلابنا. صفر. أفكاركم. ساين الصفر صفر وكوساين الصفر واحد. ما بدنا نخربط فيهم. ساين الصفر صفر على جذر صفر زائد صفر صفر جذر الصفر صفر. أنا أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر وعندي الساين والمقدار عبيس على الصفر. أكيد إحنا اللي راح يخلصنا من عدم التعيين هي المبرهنة. نهاية المبرهنة. إكس على إكس لما إكس تسعى إلى صفر يساوي الواحد هي نتائجها. معناته هاي الساين. أستاذ من طلع الإكس. أحسن. معناته هاي الساين بيلزم له إكس في المقام. مشان يصير لها إكس في المقام مثل ما عم بتقول زميلتنا بنخرج من تحت الجذر إكس مربع عامل مشترك. انظروا جميعا شو اللي راح يصير إذا حصلنا على صفر على صفر. من تحت الجذر أنا راح أخرج الإكس مربع. صار عندي نهاية ساين إكس على جذر إكس مربع بواحد زائد إكس. انظر إكس مربع. إكس مربع على إكس مربع واحد. إكس مكعب على إكس مربع إكس. الإكس مربع راح تطلع برا الجذر إكس بالقيمة المطلقة كما ترون جميعا. ساين إكس على إكس بالقيمة المطلقة لما إكس تسعى إلى الصفر بقيم أصغر بجذر واحد زائد إكس بالمقام. هنا طلاب إكس بالقيمة المطلقة راح تصير ناقص إكس. ليش؟ حالبي. لأن إكس تسعى إلى الصفر بقيم أصغر. يعني إكس مجال تحولها في المجال السالب والقيمة المطلقة للسالب معكوسه. لو إنه إكس تسعى إلى الصفر بقيم أكبر كنا أخذناها إكس شخصيا. بيصير معي طلابنا نهاية شوفوا كيف كتبتها ساين إكس على ناقص إكس ضرب الجذر هذا كتبته واحد على جذر واحد زاد إكس لأنه بالأساس موجود في المقام. ساين الإكس على إكس هاي مبرهنة. هاي مبرهنة قديش قيمتها؟ واحد. واحد. وفي بالناقص تحصيل حاصل صار عندي ناقص واحد. بي عوض مجرد المبرهنة حضرت راحت عدم التعيين. واحد على جذر الواحد زائد صفر واحد زائد صفر واحد وجذر الواحد واحد يعني ناقص واحد ضرب الواحد على واحد. ناقص واحد ضرب واحد نختار الإيجابي ناقص واحد. لو إنه إكس تسعى إلى صفر بقيم أكبر كنا أخذنا إكس بالقيمة المطلقة إكس وحصلنا على نتيجة واحد. لو إنه إكس تسعى إلى صفر وما حدد لي يمين أو يسار ماذا أقول؟ ليس الدالة النهائي. أحسنتي. لا تملك هذه الدالة النهائي. شيء جميل جدا. نهاية أخرى طلابنا. نهاية إكس بتان 2 إكس على 3 إكس مربع زائد 3 صين مربع إكس لما إكس تسعى إلى صفر. بنعود مع بعض. تانجنت الصفر قديش؟ صفر. في صفر صفر أحسنتم. تانجنت الصفر صفر. على صفر زائد صفر صفر. أنا أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. نرجع نقول وجود الساين والتانجنت والإكس بيسعى على الصفر بيخلينا نفكر في المبرهنة ساين إكس على إكس هي ونتائجها. هي اللي راح تخلصنا من عدم التعيين. انظروا طلاب. أحسنتم جميعا. عم يقولوا رفقاتنا نقسم البسط والمقام على إكس مربع غير معدوم. شو بيضمن لي غير معدوم؟ لأنه إكس عم تسعى على الصفر يعني إكس لن تبلغ الصفر. بيصير معي طلابنا نهاية إكس تان 2 إكس على إكس مربع على 3 إكس مربع زائد 3 صين مربع إكس على إكس مربع قسمت بسط مقام على إكس مربع. بيروح معي إكس مربع بالبسط مع إكس بالمقام بيضل عندي إكس بالمقام مثل ما كنتم شايفين. وهو نوزع البسط على المقام في المقام 3 إكس مربع على إكس مربع ضل عندي 3 زائد 3 صين مربع إكس على إكس مربع كتبت صين الإكس على إكس والكل التربيع مثل ما كنتم شايفين. أنا تحصيل حاصل ضل عندي تانجنت 2 إكس تانجنت 2 إكس على إكس مشان تطبق معي النتيجة. نضرب باثنين على اثنين. ممتاز. أضرب المقام باثنين مشان يصير المقام مساويا ما داخل التان. ضربت المقام باثنين بضرب البسط باثنين. كلامي كله في البسط. هاي صافت مبرهنة قيمتها واحد وهاي مبرهنة قيمتها واحد. شوف عيني التربيع في البسط والتربيع بالمقام بيخليك تكتب البسط على المقام والكل التربيع. تحصيل حاصل اثنين بواحد على ثلاثة زائد 3 بواحد للتربيع.
انظر 2 ب 1 على 3 زائد 3 ب 1 للتربيع 2 على 6 والتي تساوي الثلث والتي تساوي 1 على 3 كما ترون جميعا. أيضا طلاب لدي نهاية أخرى، نهاية 2x ناقص e أس x لما x تسعى إلى الزائد لا نهاية. نعوض مع بعض، 2 بزائد لا نهاية زائد لا نهاية ناقص e أس زائد لا نهاية e أس x عند الزائد لا نهاية ناقص ناقص لا نهاية. أنا أمام عدم تعيين من الشكل زائد لا نهاية ناقص لا نهاية، والإزالة عدم التعيين من الشكل زائد لا نهاية ناقص لا نهاية نخرج عامل مشترك. أحسنتم جميعا، نخرج عامل مشترك. طلابنا في هذا التمرين إن أخرجت الـ X عامل مشترك بصير، وإن أخرجت E أس X عامل مشترك كمان بصير. لنرى أنا شو عملت. حصلنا على ناقص زائد لا نهاية ناقص لا نهاية زائد لا نهاية ناقص لا نهاية. يبدو أنه أنا أخرجت الـ X عامل مشترك، معلش نهاية X فتحت قوس 2X على X 2 ناقص E أس X على X لما X على زائد لا نهاية. انظر بعد ما بيطلع معك العامل المشترك عوض، جرب طلع معك العامل المشترك عوض، بصفي معي زائد لا نهاية باتنين ناقص. جميعنا يعلم أن نهاية E أس X على X لما X تسعى إلى الزائد لا نهاية قديش؟ زائد لا نهاية، لأن E أس X أسرع الدوال، أسرع شيء زائد E أس X، هاي مبرهنة قيمتها زائد لا نهاية. معناته زائد لا نهاية باتنين ناقص الزائد لا نهاية، اتنين ناقص الزائد لا نهاية، اتنين ناقص لا نهاية، اتنين ناقص لا نهاية، ناقص لا نهاية، زائد لا نهاية بالناقص لا نهاية، والتي تساوي ناقص لا نهاية. لا نهاية بلا نهاية، لا نهاية، وبتضرب الإشارات. إياكم نفكرها هاي زائد لا نهاية ناقص لا نهاية. هون الإشارة المهيمنة أو الإشارة المسيطرة هون إشارة الضرب. تماما. عدم تعيين من الشكل زائد لا نهاية ناقص لا نهاية، أول ما أفكر به هو إخراج عامل مشترك، ودائما أنت رشح الإكس أنه يكون عامل مشترك. نهاية أخرى، نهاية لوغاريتم 1 زائد 3 إكس على ثاني 2 إكس لما إكس تسعى إلى صفر. بنعوض مع بعض، لوغاريتم 1 زائد صفر لوغاريتم الواحد على تانجنت الصفر. لوغاريتم الواحد قديش طلابنا؟ صفر صفر صفر. تانجنت الصفر صفر صفر صفر. جميعا لوغاريتم الواحد صفر وتانجنت الصفر صفر. انا امام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر، اكيد اجتماع مبرهنتين النهايتين. في عندك انت نهايه بتقول نهايه لوغاريتم مقدار زائد واحد على مقدار لما المقدار يسعى إلى صفر يساوي الواحد، هي رح تخلصنا من عدم التعيين، وتعلم أن نهاية X على تان X لما X تسعى إلى صفر أيضا تساوي الواحد. مشان أني حضر هاتين المبرهنتين شو رح أعمل؟ قسم على X، قسم البسط والمقام على X، نقسم البسط والمقام على X كما ترون جميعا. شوفوا شو صار معي، نهاية لوغاريتم 1 زائد 3 إكس على إكس على تانجنت 2 إكس على إكس. مشان يتحضروا معي المبرهنات لازم هذا المقدار يساوي المقام، كنت اضطريت أني أضرب المقام بثلاثة بتضرب البسط بثلاثة كما ترى. وبالمقام هون مشان المقام يصير مساويا المداخل الثان ضربت المقام باثنين بضرب البسط باثنين. هاي الموجودة بين قوسين هي مبرهنة قيمتها واحد، وهاي الموجودة بين قوسين كمان مبرهنة قيمتها واحد. صفى عند 3 ضرب 1 على 2 ضرب 1، انظر 3 ضرب 1 على 2 ضرب 1 والتي تساوي 3 على 2. نعم لوغاريتم مقدار زائد 1 على مقدار لما المقدار يسعى إلى صفر يساوي الواحد. سنتقل من هذه الشريحة. أيضا طلاب لدي النهاية، نهاية جذر 5 ناقص X ناقص 2 على X ناقص 1 لما X تسعى إلى الواحد. منحل هاي النهاية مع بعض، 5 ناقص X ناقص 2 على X ناقص 1. منعوض مع بعض، 5 ناقص 1 4، جذر 4 2 ناقص 2
على واحد ناقص واحد ولا تساوي صفر على صفر. أنا أمام عدم تعيين. مرافق. مرافق. نضرب ونقسم بمرافق البسط. رائع. نحن أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. وذلك سرية تحوي جذر تربيعي. أضرب البسط والمقام بالمرافق. أضرب البسط والمقام بمرافق البسط. أنظر. مرافق البسط بيعكس إشارة النصانية. بيصير معي نهاية جذر 5 ناقص X ناقص 2 بجذر 5 ناقص X زائد 2 على X ناقص 1 بجذر 5 ناقص X زائد 2 كما ترون جميعا. ضربت البسط والمقام بالمرافق. هون عندي متطابقة البسط A ناقص B بA زائد B تساوي المربع الأول ناقص المربع الثاني. بيصير معي نهاية 5 ناقص X ناقص 4 على X ناقص 1 بجذر 5 ناقص X زائد 2. لحنا بدنا نأخذ نقطة بين الاعتبار. X ناقص 1 هاي لازم نخلص منها. مجرد خلصنا من X ناقص 1 خلصنا من عدم التعيين. هيك حالي بدك تحسب حسابك إنه X ناقص 1 تخلص منها. كيف بدي أخلص منها؟ نختصر ونضل ناقص واحد. نختصر ونضل ناقص واحد فوق أستاذ. تماماً. بإيجاد مضروب مشابه لها في البسط. جميعنا يمعن النظر في المقدار موجود في البسط. هو 5 ناقص X ناقص 4. 5 ناقص 4 زائد واحد. يعني عمليا ناقص X زائد 1. خلوني أخرج الناقص عامل مشترك بصفي عندي ناقص X ناقص 1 كما ترون جميعا طلابنا. ناقص X ناقص 1 بصفي عندي البسط ناقص. انظر كتبته هون مباشرة أنا. ناقص X ناقص 1 على X ناقص 1 بجذر 5 ناقص X زائد 2. هلأ قد تختصر الإكس ناقص واحد مع الإكس ناقص واحد. مجرد أنك اختصرت الإكس ناقص واحد مع الإكس ناقص واحد هون عريف حالك أنك أنت خلصت من عدم التعيين. تحصيل حاصل نهاية ناقص واحد على جذر الخمسة ناقص إكس زائد اثنين لما إكس تسعى إلى الواحد. هلق بعوض بعد ما تخلصت من الحدود المشتركة وضربت قسمت مع مرافق. بعوض ناقص واحد على خمسة ناقص واحد أربعة جذر أربعة اثنين زائد اثنين أربعة والتي تساوي ناقص واحد على أربعة. تكون النهاية قديش؟ ناقص واحد على أربعة. أيضا لدي النهاية نهاية 3 صين إكس ناقص صين 3 إكس على إكس مكعب لما إكس تسعى إلى صفر. نعوض مع بعض. صين الصفر قديش؟ صفر. ناقص صفر صفر على صفر التكعيب صفر. عدم تعيين. عدم تعيين أحسنتي. من الشكل صفر على صفر. أنا هون طلابنا لازم تخلص من عدم التعيين صفر على صفر. في الحقيقة طلاب هذا التمرين يعني ولو سميناه محروف شوي ما فيك تتخلص من عدم التعيين لطبق القانون المثلثي. صين 3 تتا أو صين 3 إكس تساوي 3 صين إكس ناقص 4 ناقص 3 صين. انظر هذا القانون لازم يكون موجود عندك ومحفوظ بجعبتك مشان تستخدمه عند تحتاجه. صين 3 x هو 3 صين x ناقص 4 صين مكعب x. لذلك هون بدي عوضه مشان اتخلص من عدم التعيين عن طريق هالقانون وعن طريق المباهنة اللي نحن بنعرفها. نهاية صين x على x لما x تسعى إلى صفر يساوي الواحد. انظروا جميعا حصلت على عدم تعيين بشكل صفر على صفر. شوف شو سويت. 3 صين x نزلتها مثل ما هي ناقص فتحت قوس صين 3 x كتبتها 3 صين x ناقص 4 صين مكعب x على x مكعب لما x تسعى إلى صفر. كما ترون جميعا مندخل إشارة الناقص على القوس بتكون راحت 3 صين مع 3 صين. سالب السالب موجب. انظر بصفي عندي نهاية 4 صين مكعب x على x مكعب. تكعيب في البسط وتكعيب في المقام. بتكتب البسط على المقام الكل للتكعيب. برهن تساوي الواحد. تماما أحسنتي. الأربعة برة. هاي الأربعة عينيه برة. ساين إكس على إكس والكل للتكعيب. طبعا هدول روحوا مع بعض. مو هيك؟ ساين إكس على إكس والكل للتكعيب. نعم. أربعة بي. واحد للتكعيب. أربعة. فيكون الجواب أربعة. إذن عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. وعندي مثلثات. بدي أفكر بقوانين وبدي أفكر في مبرهنة الجيب. نهاية ساين إكس على إكس لما إكس تسعى إلى صفر يساوي الواحد.
أيضا طلاب لدي النهاية نهاية 1 ناقص كوساين تتا على تتا ساين تتا لما تتا تسعى إلى صفر. معلش بدل إكس أنا كتبت تتا ما بيأثر. نهاية 1 ناقص كوساين تتا على تتا ساين تتا لما تتا تسعى إلى صفر. شو أنا راح سوي هون؟ أنا هون كذلك الأمر طلاب. أول شيء بعوض صحيح. كوساين الصفر إش قد؟ واحد. صفر. أحسنتي. على صفر. بساين الصفر صفر. هون طلابنا كذلك الأمر أنا بدي استخدم قانون جميعنا يعلم أن واحد ناقص كوساين إكس أو واحد ناقص كوساين تتا هو 2 ساين مربع تتا على 2 باعتبار بدي يصير عندي في البسط زوايا بأمثال بدلالة التتا على 2 أنا هون مضطر وحد الزوايا لذلك ساين التتا بدي أكتبها بدلالة نص الزاوي هي 2 ساين تتا على 2 بكوساين تتا على 2 تماما. هلق أنا راح عوضون بيصير معي طلاب مثل ما كنتم شايفين 2 ساين مربع تتا على 2 على هاي 2 موجودة هون كتبتها في أقصى اليسار ما بيأثر بتتا ساين تتا على 2 بكوساين تتا على 2 عيني راحت 2 مع 2 وراحت ساين مربع مع الساين ظلت عندي ساين بيصفي عندي نهاية ساين تتا على 2 على كوساين تتا على 2 كهالمبرهنة هاي هي شوف عيني. بس شو بدها المبرهنة لحتى تتطبق معي؟ بدها المبرهنة لحتى تتطبق معي انه التتا الموجودة في المقام تنكتب تتا على 2 بكل صراحة بتصير نهاية ساين تتا على 2 على تتا قسم على 2 وضرب ب 2 هاي 2 ضرب فيها هي نص هاي هي المبرهنة مثل ما كنتم شايفين ب 1 على هاي الكوساين انا بالكوساين موجودة في المقام بكتبها كوساين تتا على 2 في المقام والتي تساوي نص في 1 ب 1 على 1 والتي تساوي قديش النص كما ترون جميعا عدم تعييب ليش استاذ ما فينا نكتب بتانجنت يجوز الساين على الكوساين اعتبرها تانجنت وطبق النتيجه والتتا اللي تحت كمان نفس الشيء نضرب بنص وهيك نعم فكره ممتازه الساين على الكوساين استبدلها بالتانجنت يجوز ايضا واضح طلاب نعم استاذ واضح نعم استاذ واضح نتابع استعرض نهاية اخرى ايضا لدي نهاية x e اس x على 1 ناقص e اس x لما x تسعى الى صفر نهاية x ب e اس x على 1 ناقص e اس x لما x تسعى الى صفر جميعنا يعلم طلابنا ان النهاية تعويض صفر ب e اس صفر 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 عنصر ماس على 1 ناقص e اس صفر قديش طلاب واحد ناقص واحد معناته الصفر على صفر انا امام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر طلابنا المقدار عبيس على صفر وعندي اي اس اكس وعندي واحد اكيد انتم مباشره خطر بذهنكم نهايه اكس على اي اس اكس ناقص واحد لما اكس تسعى الى صفر مو هيك تساوي الواحد انتم بتكون تطبقون شهيره تماما مشان تطبق معك المباراه لكن اكس موجود هون بينما هدول معكوسات فقط بس ما صار تخرج ناقص عامل مشترك من اين المقام احسن من المقام اذا عم بيقولوا رفقاتنا يا طلاب عليكم اخراج اشاره السالب عامل مشترك من المقام هيك راح يصير معي نهايه اكس اي اس اكس خليت البصمه ما هو اخرجت الناقص عامل مشترك من المقام صفى عندي ناقص 1 زائد اي اس اكس ولان الجمع عمليه تبديليه انا خرجت الناقص كتبتها اي اس اكس ناقص 1 اكس على اي اس اكس ناقص 1 كهوني المبرهنه والسالب طلعتها على البسط صفى عندي نهايه ناقص اي اس اكس ناقص اي اس اكس ب اكس على اي اس اكس ناقص 1 هاي شو هاي؟ هاي المبرهنه اللي انا عبس عليها وإي الصفر بعوضها واحد مجرد حضرة المبرهنة أنت تخلصت من عدم التعيين
بيصفي معك نهاية أو بتعوض ناقص واحد ب واحد ناقص واحد ب واحد والتي تساوي الواحد. تساوي ناقص واحد. تماماً ناقص واحد بواحد وتساوي ناقص واحد. نعم هذا خطأ مطبعي. ناقص واحد بواحد والتي تساوي ناقص واحد. نختار الإجابة ناقص واحد. أيضا طلاب نهاية أخرى. نهاية 2x مكعب زائد صين x على x لما x تسعى إلى صفر. 2x مكعب. استاذاني كمان عندنا نهاية شهيرة. x على x. صين x على x. بس قبل ما ناخذ القرار منعوض. بعد ما نعوض ونشوف ايش في قدامنا منأخذ القرار. صفر زائد صفر طيب صفر صفر على صفر. واذا انا امام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر. زميلتنا كان عندها نظرة مستقبلية لهالتمرين. شو قالت؟ قالت انه انا عندي ساين اكس في البسط واكس في المقام. لذلك وزع البسط على المقام مشان تتطبق معك المبهنة. انظر وزعنا البسط على المقام. نوزع البسط على المقام بصراحة. نوزع البسط على المقام كما ترون جميعا. 2x مكعب على x هي 2x مربع زائد sin x على x. هاي هي المبرهنة قيمتها واحد. عوض 2 بصفر صفر زائد واحد التي تساوي الواحد كما ترون جميعا. ايضا لدي النهايه نهايه كوساين بي اكس مربع زائد 1 على اكس مربع زائد 3 لما اكس تسعى الى الناقص لا نهايه. اكس لوين بتسعى للناقص لا نهايه ثانيه. حد لا لا حد لا لا بتدخل لجوات الساين وجوات الكوساين وبتدخل على الاي اس اكس على الاس وبتدخل الى داخل اللوغاريتم. النهايه بتدخل لوين من كان وكيف من كان وبدون شروط. طبعا في شرط اساسي انه الداله العليا تكون مستمره عند قيمه النهايه، بس انت كطالب بكالوريا دخل النهايه وبس. ماذا سوف افعل؟ مندخل النهايه لجوات الكوساين. يعني عمليه بدها تصير نهايه عفوا كوساين نهايه. بعد ما دخلت النهايه جوات الكوساين النهايه داخل حد لا لا حد تماما على حد على نفسها امام داله كسريه حدودي. تلقائيا بتاخذ الحد الاعلى بالبسط على الحد الاعلى بالمقام كما ترون جميعا. تصير كوساين لنهايه بي اكس مربع على اكس مربع لما اكس تسعى الى الناقص لا نهايه. راحت اكس مربع كوساين البي مربع. كوساين البي البي ثابت. وين من اكس راحت؟ ما بيتاثر. معناته ان الجواب كوساين البي. قديش كوساين البي طلابنا لازم يكون محفوظ عنا؟ ناقص واحد. تمام. كوساين البي والتي تساوي ناقص واحد. كوساين بي والتي تساوي ناقص واحد. أيضا لدي اف اكس الدالي واحد على اكس زائد لوغاريتم اكس. يريد النهاية عند الصفر بقيم أكبر. عند الصفر بقيم أكبر. نقول نهاية اف اكس لما اكس تسعى الى صفر بقيم اكبر والتي تساوي بنعوض تعويض واحد على صفر موجب زائد لوغاريتم الصفر الموجب. الواحد على صفر موجب عدد على صفر زائد لا نهاية. شو انا بحطه صفر موجب لانه هو عم يطلب مني عند الصفر بقيم اكبر. الواحد على صفر موجب زائد لا نهاية. لوغاريتم الصفر قديش طلاب؟ لوغاريتم من اكس لما اكس تسعى الى صفر ناقص لا نهاية. واذ احنا امام عدم تعيين من الشكل زائد لا نهاية ناقص لا نهاية. نحن أمام عدم تعيين من الشكل زائد لا نهاية ناقص لا نهاية. كيف أنا بدي أتخلص من عدم التعيين زائد لا نهاية ناقص لا نهاية؟ أستاذ منطال الواحد على إكس عامل مشترك؟ أحسنتي. زميلتنا بتقول أخرج الواحد على إكس عامل مشترك وهي الفكرة الصائبة. انظر بيصير عندي نهاية لما إكس على صفر بقيم أكبر. أخرجت الواحد على إكس برا. واحد على إكس على واحد على إكس واحد زائد لوغاريتم الإكس على واحد على إكس. عوض البعيضين البسط والقريبين مقام بيصفي عندك إكس لوغاريتم الإكس. سكر القوس. نعم هلق عوض واحد على صفر موجب واحد على صفر موجب بواحد زائد إكس لوغاريتم الإكس لما إكس تسعى إلى صفر. شو هاي؟
مبرهنة. هاي مبرهنة قيمتها صفر. تماما. وإذا هالصفر صار في المقام إيش قد بأخده؟ صفر موجب ولا صفر سالب؟ صفر سالب. لأنه مو موجود في المقام خذوا صفر حاف. صفر بدون إشارة. بيصفي معي. واحد على صفر موجب زائد لا نهاية بواحد زائد صفر والتي تساوي زائد ما لا نهاية. إذن نهاية x لوغاريتم من x لما x تسعى لصفر بقيم أكبر والتي تساوي واحد على صفر موجب والتي تساوي زائد ما لا نهاية. أيضا أنتقل إلى دالة أخرى. fx التي تساوي 2x e أس ناقص x لما x تسعى للزائد لنهاية. النهاية تعويض مع بعض طلاب أنا وياكم. 2 بزائد لنهاية زائد لنهاية زائد لنهاية e أس ناقص لنهاية e أس ناقص لنهاية تجاوزا قد تقول عنا يعني نهاية x لما x تسعى للناقص لنهاية يساوي صفر زائد لنهاية بصفر زائد لا نهاية بصفر. شو هاي؟ حالة عدم تعيين. عدم تعيين. عدم تعيين. عدم تعيين من الشكل صفر بلا نهاية. علي التخلص من عدم التعيين. ماذا أفعل؟ نقص عامل مشترك. ما بيطلع معي عامل مشترك. هون كله ضرب. ما عنده جمع وطرح. سأضرب المقام يقوي إكس. تماماً. عندكم أس سالب. شو مصير الأس السالب؟ تحويله لأس موجب. فقط نزل القوة على المقام بتصير موجبي. شوف عيني. لاحظ. طبعا هون زائد لاني هاي. بيصير عندي اثنين عزلتها. بX على E أس X. X على E أس X أليست مبرهنة؟ اثنين B. نعم. X على E أس X أخذ نزل X على المقام. مبرهنة قديش قيمتها؟ صفر. 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 اثنين B صفر. والتي تساوي الصفر. نهاية 2 x e أس ناقص x لما x تسعى لزائد لنهاية والتي تساوي 2 بصفر والتي تساوي صفر. أيضا لدي الدالة f x التي تساوي e أس x ناقص 1 على x ناقص 1 لما x تسعى لزائد لنهاية. منعوض مع بعض أنا وياكم. e أس x ناقص 1 على x ناقص 1 e زائد لنهاية زائد لنهاية. E أس x زائد لنهاية زائد لنهاية ناقص 1 زائد لنهاية. عزائد لا نهاية ناقص واحد زائد لا نهاية. أنا أمام عدم تعيين من الشكل زائد لا نهاية لا نهاية على نهاية. ماذا أفعل؟ أستاذ نفرق نفرق البسط المقام. أكل إكس مقام عن المشترك. أستاذ نطلع الإكس من المقام. إذن عرضوا طرق زملائنا. نعم التفريق هنا لا يصح لأنه هون التفريق ما راح يوصلنا لنتيجة. هاي من ناحية. من ناحية تاني أخرج عامل مشترك. أخرج عامل مشترك من البسط ومن المقام. من البسط إيش قد بخرج؟ E أس X. E أس X. من المقام. أخرج الـ X. تماماً. انظر. نهاية E أس X فتحت قوس واحد ناقص واحد على E أس X. ومن المقام أخرجت الـ X فتحت قوس واحد ناقص واحد على X. E أس X على X شو هاي؟ هاي مبرهنة. مبرهنة. يعني صفة عندي نهاية E أس X على X. بواحد ناقص واحد على إيوس إكس على واحد ناقص واحد على إكس لما إكس تسعى للزائد لنهاية. إيوس إكس على إكس عند الزائد لنهاية شو؟ زائد لنهاية. زائد لنهاية. صح؟ زائد لنهاية ب واحد ناقص عد على نهاية صفر على واحد ناقص عد بلا نهاية صفر زائد لنهاية بواحد والتي تساوي الزائد ملا. تماما. واضح طلاب؟ نعم مضى. هذا طلابنا ما يتعلق بنهاية الدالة العددية. نعم كثرنا عليهم تمارين ولكن لأنه بيضل هني الأصعب وهني العقبة أمامكم نقول إحنا إن شاء الله تعالى يعني استوفينا كل جزئيات نهاية الدالة العددية. هل أحد لدي سؤال أو استفسار عن نهاية الدالة العددية؟ لا أستاذ كله واضح. تمام تمام. الآن طلاب راح نستعرض سؤال من الاستمرار. انظر سنتقل من هذه الشريحة. انظر إلى هذا السؤال. يقول السؤال
لتكن لدي الدالة fx التي تساوي a زائد 3 بx ناقص 1 بالقيمة المطلقة على x مربع زائد x ناقص 2. هذا الفرع الأول معرف لما x أصغر تماما من الواحد، وتساوي b لما x يساوي الواحد، وتساوي جذر 2x ناقص 1 لما x أكبر تماما من الواحد. عين العددين a و b حتى تكون الدالة f مستمرة على كل r. fx هي a زائد 3 بx ناقص 1 بالقيمة المطلقة على x مربع زائد x ناقص 2. الفرع الأول لما x أصغر من 1، الفرع الثاني ثابت ويساوي b لما x يساوي 1، الفرع الثالث هو جذر 2x ناقص 1 لما x أكبر تمام 1. عم يقول لي عين a و b حتى تكون الدالة f مستمرة على كل r. شو بقول له؟ حتى تكون الدالة f مستمرة على كل r يجب أن تكون مستمرة عند يجب أن تحال. نحن ننظر إلى مفترقات الطرق. مفترقات الطرق هي الواحد. هون عم تفترق الأفرع عن بعضها، عم تختلف. معناته يجب أن تكون مستمرة عند الواحد. نضع شرط الاستمرار ومنعوض فيه، منحصل على معادلات بدلالة الـ A والـ B منحلهم ومنحصل على الثابتين. يعني افرض أن الدالة مستمرة على كل R. أقول الحل بفرض أن الدالة F مستمرة على كل R، فرض أن الدالة F مستمرة على كل R، فهي مستمرة عند كل نقطة، وبالتالي فهي مستمرة عند الواحد. انظر، وبالتالي فهي مستمرة عند من حصلت على الواحد من الأفرع. الأفرع بتختلف عن بعضها عند الواحد. شرط الاستمرار عند الواحد هو نهاية fx لما x تسعى للواحد تساوي f الواحد. هذا شرط الاستمرار عند نقطة. منعوض في هذا الشرط، أنا راح أجي أعوض في النهاية، راح أوجد نفسي أنه أنا لازم أخذ النهاية من اليسار ومن اليمين. وطالما الاستمرار محقق والنهاية محققة، معناته بدال النهاية هاي بأخذ نهاية من اليسار تساوي نهاية من اليمين وتساوي الصورة. نهاية fx لما x تسعى للواحد بقيم أصغر تساوي نهاية fx لما x تسعى للواحد بقيم أكبر، والتي تساوي f الواحد. النهاية بقيم أصغر راح تنأخذ على الفرع الأصغر. من هو الفرع الأصغر؟ هو الفرع الأعلى. والنهاية بقيم أكبر راح تنأخذ على الفرع الأدنى اللي بيكون هو أكبر من الواحد. والصورة بدها تنأخذ على الفرع اللي فيه مساواة للواحد. من هو الفرع اللي فيه مساواة للواحد؟ ألا وهو الـ P. لذلك منعوض تماما. النهاية بقيم أصغر، شوفوا عيني أخذتها على الفرع الفوقاني A زائد 3 بX ناقص 1 على X مربع زائد X ناقص 2، والتي تساوي نهاية بقيم أكبر أخذتها على الفرع الثالث، والصورة عوضتها بالـ P. أنا هلق بدي أعوض، راح أحصل هون على 1 ناقص 1 صفر، على 1 زائد 1 2 ناقص 2 صفر، عدم تعيين الشكل صفر على صفر. هاي بدها تصليح، بدها أستاذ المقام مطابقة X ناقص 1 وبX زائد 1. أحسنتي زميلتنا، عم بتقول المقام هو تحليل مباشر، تقصد فيه تحليل مباشر وحق القيمة المطلقة عليها الثابتة لأنه بيسعى للقيم أصغر ناقص 1. كمان عم بتقولنا لازم نفك القيمة المطلقة. طيب شو بدنا نعرف بناء على إشارتها؟ الإكس ناقص واحد وين بيعدل؟ هي أصغر بتصير ناقص إكس زائد ناقص، يعني هاي تمام بتجعل القيم أصغر، مشان هيك بناخذ السالبة. أحسنتي، إكس ناقص واحد الموجودة داخل القيمة المطلقة بتنعدم عند الواحد. قبل الواحد سالبي، بعد الواحد موجبي. باعتبار إكس قبل الواحد معناته هاي سالب، والقيمة المطلقة للسالب معكوسه، لذلك بدها تصير ثلاثة بي ناقص الإكس ناقص واحد. منحط الناقص هون بتصير ناقص 3 بx ناقص 1. هاي الناقص أنا ما دخلت عليها، خليتها على يسار 3. نفس الشيء انظر، وبروح الx ناقص 1 مع x ناقص 1 بتخلص من عدم التعيين. شوف عيني المقام مثل ما قالتنا زميلتنا بالضبط، هو تحليل مباشر. مفك القيمة المطلقة في البسط بنضربها بسالب لأنه أصغر من 1، نعم، ونختصر المضاريب المشتركة. شوف عيني شلون صار معي نهاية A. شوف هاي النقص اللي أنا وضعته هون، أنا هون حطيتها قدام خط الكسر كما ترون جميعا. A ناقص 3 بX ناقص 1 على X زائد 2 بX ناقص 1. راح X ناقص 1 مع X ناقص 1، طبعا هون الجذر هلق بعوض فيه، ونزلت هاي تساوي B. بصفي معي نهاية A ناقص 3 على X زائد 2، والتي تساوي عوض هون الواحد. شوف عيني 2 ب 1 2 ناقص 1 1 جذر 1 1 وتساوي B. عوض هلا قوم بعد ما اختصرت العوامل المشتركه، بصفي عندي A ناقص
ثلاثة على واحد زائد اثنين ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، A ناقص واحد. شوفوا شو صار عندي هون، A ناقص واحد تساوي الواحد والتي تساوي البي. هاي مساواة تساوي مساواة تساوي مساواة. منساوي الأولى مع الثاني مثل ما نكون شايفين هون، A ناقص واحد ومنه يساوي الواحد ومنه A. قديش الناقص واحد نقولها على الطرف الثاني قد بتصير؟ تماما A يساوي اثنين. تماما ساوي اثنين مع ثلاثة بتحصل على انه P يساوي الواحد. هكذا طلاب أقوم بحل سؤال استمرار. جميعا طلاب معي، كيف أنا بحل سؤال استمرار؟ بحل سؤال استمرار مثل ما شفتوا. سؤال استمرار إذا بدي يجيني في الامتحان بيجيني في هالصيغة هاي، عين الثابت أو الثابتين حتى تكون الدالة F مستمرة على كل R. نعم أو مستمرة عند نقطة ممكن. بتقول له بفرض أن F مستمرة على كل R فهي مستمرة عند كل نقطة من R، وبالتالي فهي مستمرة وبتنظر إلى مفترقات الأفرع. وين الأعداد عم تفترق عندهم الأفرع؟ بتحطهم، بتطبق شرط استمرار عند الأولى عند نقطة وبتعوض فيه بيكتوخوا يسار ويمين أكيد، وبتحصل على ثوابت ومعادلات حتى تحصل على قيام الثوابت. واضح طلاب؟ واضح كيف نتعامل مع سؤال الاستمرار؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ واضح. نعم واضح أستاذ. تمام. الآن طلاب سوف أقوم باشتقاق بعض الدوال العددي، سأنتقل من هذه الشريحة. سؤال يقول أوجد الدالة المشتقة لكل من الدوال التالي: الدالة fx التي تساوي x ناقص 1 b أس x، x ناقص 1 b أس x. أريد أن أوجد الدالة المشتقة لهذه الدالة. انظروا جميعا طلاب، هاي مشتق جداء دالتين، مشتق الأول بالثاني زائد الأول بالثاني زائد مشتق الثاني زائد مشتق الأول واحد x ناقص 1 مشتق 1 في أس x، زائد مشتق الثاني إيوس إكس بالأول إكس ناقص واحد. تمام؟ أنت أجريت عملية الاشتقاق، لا توقفون، صلح المشتق. عندك مقامات وحدون، عندك كسور واحد مقاماتون، عندك أقواس فكون، عندك حدود متشابهة شكلهم مع بعض من جمع وطرح إلى غير ذلك. مشان دائما أنت اكتب لي المشتق بأجمل صورة أو بالصيغة الأبسط والأكثر اختصارا. هون من الواضح اني بقدر اخرج الاي اس اكس عامل مشترك. شوف عيني، اخرجت الاي اس اكس عامل مشترك هون، هاي الواحد ما تم لها شغلي، بيبقى عندي من الحد الاول واحد، من الحد الثاني قوس اكس ناقص واحد لانه مسبوق بشاره زائد. هون واحد ناقص واحد راحت، اي اس اكس باكس، دائما اكتب لي القسم الصحيح على يسار الاي اس اكس او اللوغاريتم او الصاين الفتحه اكس، وهي اكس باي اس اكس. مشتق جدا دالتين، مشتق الأول بالثاني زائد مشتق الثاني بالأول. أيضا لدي الدالة fx التي تساوي لوغاريتم ساين x. نتذكر مع بعض مشتق ما داخل اللوغاريتم على المبنى، مشتق ما داخل اللوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم. تماما بيصير مع طلاب مشتق ما داخل اللوغاريتم، يعني بقول الفتحة x هي ساين x على القوس فتحة على ساين اكس. مشتق الساين عم بتقولنا زميلتنا كوساين، احسنتي، كوساين اكس على ساين اكس. الكوساين على الساين مين؟ كوتان. التان. كوساين على ساين هي كوتان. ايضا لدي الداله اف اكس التي تساوي الجذر الطبيعي ل 3 كوساين مربع اكس زائد 4. بدي اشتقها مشتق ما داخل على ضعفي الجذر. احسنت، اشتق ما داخل الجذر على ضعفي الجذر. ماذا أقول طلاب؟ يصير معي انظر، مشتق ما داخل الجذر على ضعفي الجذر، أنا بدي اشتق هلقون. شوف هذا ضعفي الجذر، مشتق ما داخل الجذر، شوف ثلاثي، بدي اشتق ثلاثي كوساين مربع. عيني عندك ثلاثي كوساين مربع إكس، ثلاثي ما العلاقة بالاشتقاق، بتشتق كوساين مربع هي اثنين بكوساين إكس بمشتق الكوساين جي اكس اس ار. تذكر انا مشتق جي اكس اس ار هو ار بجي اس ار ناقص واحد بجي فتحه، صح؟ مشتق جي اكس اس ار هو ار بجي اس ار ناقص واحد بجي فتحه.
وهي هي كوساين مربع. اثنين بكوساين اكس الكل اس واحد بمشتق الكوساين. كوساين مربع هي مربع دالي زائد طبعا هون مشتق الاربع هي صفر. طبعا طلاب هون كله ضرب قلب بعضه. هاي السالب تحط باقصى اليسار وثلاثه باثنين ستي او معلش هاي اثنين خيني روحها مع هاي اثنين بيصير معي ناقص ثلاثه ساين كوساين. ناقص ثلاثه ساين اكس كوساين اكس على شو؟ على ثلاثه على الجذر التربيعي لثلاثه كوساين مربع اكس زائد اربعه. فهم؟ مشتق جذر جي اكس هو مشتق ما داخل الجذر على ضعفي الجذر. مشتق جذر جي اكس هو مشتق ما داخل الجذر على ضعفي الجذر. ايضا لدي الداله اف اكس التي تساوي ساين جذر 2 زائد اكس مربع. دالي جواد دالي جواد دالي ثلاث دوال قلب بعض. انا بشوفها من برا لبرا هاي ساين دالي. ما هو مشتق ساين دالي؟ ساين جي اكس كوساين بكوساين يعني مشتق الجذر بالكوساين. انظر هون قولي فتحة اكس هون جذر 2 زائد اكس مربع على القوس فتحة بكوساين جذر 2 زائد اكس مربع. مشتق جذر 2 زائد اكس مربع هو مشتق ما داخل الجذر على ضعفي الجذر. مشتق 2 زائد اكس مربع هي 2 اكس على 2 جذر 2 زائد اكس مربع. راحت 2 مع 2 بالكوساين بيصفي عندي طلاب اكس على جذر 2 زائد اكس مربع بكوساين جذر 2 زائد اكس مربع. ايضا لدي الداله اف اكس التي تساوي اكس مربع اي اس ناقص 2 اكس. الكل ينظر لي على هالداله هاي مشان اشتقها. هاي شو؟ مشتق جدا دالتين. مشتق الاول بالثاني زائد مشتق الثاني في الاول. احسنتم جميعا. مشتق الاول 2 اكس بالثاني اي اس ناقص 2 اكس زائد مشتق الثاني اي اس ناقص 2 اكس. شلون بتعامل معها؟ جي فتحه بي اس جي مشتق الاس ناقص 2 اي اس ناقص 2 اكس ناقص 2 بإي أس ناقص 2 إكس كما ترون جميعا في الثاني إكس مربع. نكتبها بصيغة أفضل. خلونا نخرج 2 وإي أس ناقص 2 إكس والإكس يعني بدي أخرج 2 إكس إي أس ناقص 2 إكس عامل مشترك. هذا بدي طالعه كله عامل مشترك. بصفة معي طلاب 2 إكس إي أس ناقص 2 إكس ب من المقدار الأول بيضل عندي 1 من المقدار الثاني إكس يعني 2 إكس بإي أس ناقص 2 إكس ب 1 ناقص x. ايضا اخيرا لدي الداله fx التي تساوي لوغاريتم x للتربيع ناقص لوغاريتم x. اريد مشتق الداله لوغاريتم x للتربيع ناقص لوغاريتم x مثل ما عملنا كوساين. هون بدي اعمل اللوغاريتم كمان. هاي اللوغاريتم مرفوعه لقوه r بجي اس r ناقص 1 بجي فتحه صح. يعني مشتق اللوغاريتم مربع هي 2 بلوغاريتم بلوغاريتم فتحة. لوغاريتم بمشتق. ممتاز. شوف 2 بدي اشتق هاي وهو 2 بلوغاريتم الاكس مرفوع الاس 1 مكتبته بلوغاريتم الاكس على القوس فتحة. هاي الفتحة اللي شوفوها ناقص مشتق اللوغاريتم 1 على اكس. هون اللوغاريتم بعوضه مشتق 1 على اكس بيصفي عندي 2 لوغاريتم الاكس على اكس. يبدو اني انا كتبت 2 ب1 على اكس بلوغاريتم الاكس ناقص 1 على اكس. معلش خرج لي الواحد على اكس عامل مشترك بيصفي عندك 2 لوغاريتم الاكس ناقص 1. 2 طبعا خرجت الواحد على اكس عامل مشترك بيضل عندي 2 بلوغاريتم الاكس ناقص 1. واضح طلاب؟ واضح استاذ. هكذا هكذا طلاب اقوم باشتقاق الدوال العددي. الآن سوف نبحث في تطبيقات الاشتقاق. رح نستعرض مسألة تماس خطوط بيانية ومسائل تقريب خط. سنتقم هذه الشريحة. انظر لدي السؤال التالي. ليكن لدي سي واحد الخط البياني للدالي f1x التي تساوي e اس x ناقص 1 زائد 2.
واحد إكس بي أس إكس ناقص واحد زائد اثنين. وسي اثنين الخط البياني للدالة F2 X التي تساوي 3 زائد لوغاريتم X، ولتكن لدي النقطة A التي إحداثياتها 1 3. أثبت أن C1 و C2 متماسين في النقطة A التي إحداثياتها 1 3، ثم أوجد معادلة المماس المشترك لهما في النقطة A. هذا ممكن يجيك سؤال الفحص عليه أربع علامات. C1 خط البيان للدالة F1 X اللي هي E أس X ناقص 1 زائد 2 الاشتقاقي، وسي 2 خط البيان الدالي اف 2 اكس التي تساوي 3 زائد لوغاريتم اكس الاشتقاقي، ولتكن نقطه اي احداثياتها 1 3. اثبت ان سي 1 وسي 2 متماسين في النقطه اي التي احداثياتها 1 3، ثم اوجد معادله المماس المشترك لهما في النقطه اي. هذا سي 1 سي 1 خط بيان اف 1، وهذا سي 2 خط بيان الدالي اف 2. نقول حتى يكون سي 1 وسي 2 متماسين في النقطه اي يجب ان يتحقق الشرطين. شو هنو الشرطين؟ الشرط الأول طلاب واحد عند الواحد تساوي ثلاثة، وF2 عند الواحد تساوي ثلاثة. يعني إحداثيات النقطة لازم تحقق معادلة الخط الأول وتحقق معادلة الخط الثاني. الشرط الثاني F1 فتحة عند الواحد تساوي F2 فتحة عند الواحد ويساوي عدد ثابت. هذا العدد ثابت، نعم سوف أسميه ميل المماس المشترك لهما. إذن F1 عند الواحد يساوي 3، وF2 عند الواحد يساوي 3. الشرط الثاني F1 فتحة عند الواحد تساوي F2 فتحة عند الواحد ويساوي الميل. الشرط الأول، الشرط الأول يقول F1 عند الواحد، راح أعوض في عبارة F1 X كل X ب1 E أس 1 ناقص 1 زاد 2. 1 ناقص 1 0، E أس 0 زاد 2. إيه الصفر قديش؟ واحد استاذ. واحد. واحد زائد اثنين ولا تساوي. معناته الشق الأول من الشرط الأول تحقق. خلوني أحسب F2 عند الواحد هون في هذا الصفر. F2 عند الواحد والتي تساوي 3 زائد لوغاريتم الواحد. لوغاريتم الواحد صفر. 3 زائد صفر وتساوي 3. صح؟ معناته الشرط الأول محقق. واحد عند الواحد يساوي F2 عند الواحد. يعني إحداثيات النقطة دول شرطين بدك تحفظ إياها. إحداثيات النقطة بتحقق قاعدة ربط الخط الأول وبتحقق قاعدة ربط الخط الثاني. لدينا الآن الشرط الثاني. الشرط الثاني طلاب انظر، يقول F1 فتحة عند الواحد تساوي F2 فتحة عند الواحد. F1 فتحة عند الواحد، من هو F1 فتحة عند الواحد؟ انظر، F1 فتحة عند الواحد، انظروا جميعا، لدي نوجد عبارة F1 فتحة، F1 فتحة X. F1 فتحة X هو مين؟ E أس X ناقص 1 زائد 2 على القوس فتحة، والذي يساوي E أس X ناقص 1 المشتق الأس 1. نحسب F1 فتحة عند الواحد. F1 فتحة عند الواحد تساوي E أس 1 ناقص 1، صح؟ لأنه هو المشتق 2 0 والتي تساوي الواحد. نعم، F2 فتحة X والتي تساوي كما ترون جميعا، F2 فتحة X مشتق 3 0 مشتق لوغاريتم X 1 على X. هذا يؤدي نحن نوجد جسم المشتق بعدين بنعوض فيه. F2 فتحة عند الواحد واحد على واحد وتساوي الواحد، وبالتالي الشرط الثاني محقق. طالما الشرط الثاني محقق نجد أن C1 و C2 شو متماسين في النقطة 1 3، متماسين في النقطة 1 3. معادلة المماس المشترك لهما دي نقطتين الواي ناقص واي صفر تساوي ام الواحد في اكس ناقص اكس ناقص قديش الميل صفر. هو احسنتي هو المشتق واحد، يعني واي ناقص ثلاثة تساوي واحد باكس ناقص قديش واحد. واحد ندخل على القوس، واي يساوي اكس زائد اثنين. إذن طلاب
حتى يكون سي واحد وسي اثنين متماسين في نقطة يجب أن يتحقق الشرطين. الشرط الأول إحداثيات النقطة تتحقق معادلة الخط الأول وتحقق معادلة الخط الثاني. الشرط الثاني قيمة المشتق الأول عند فاصلة النقطة تساوي قيمة المشتق الثاني عند فاصلة النقطة وتساوي عدد ثابت هو الميل مثل ما رأينا. طبقنا الشرطين على النقطة واحد ثلاثة وعلى الدالة. سأتناول مثال في التقريب الخطي سأنتقل من هذه الشريحة. يقول السؤال باستخدام التقريب الخطي أوجد قيمة تقريبية لساين 46 ديجري. ساين 46 ديجري. نتذكر مع بعض التقريب الخطي يريد مني قيمة تقريبية للعدد ساين 46 درجة. كيف أحصل على التقريب الخطي؟ نعرف دالي. أريد الدالة اللي بتحسب لي الساين. من هي الدالة اللي تحسب الساين؟ فيها ساين استاذ. أحسن. أحسن. إذا أقول لتكون لدي الدالة fx التي تساوي ساين x. الاشتقاقية على كل r ومشتقها فتحة x يساوي كوساين x. عندئذ عبارة التقريب الخطي. نتذكر عبارة التقريب الخطي مع بعض بكتبها هون بالقلم. f الـ a زائد h. f الـ a زائد h. تساوي زائد F فتحة A زائد فتحة A بH. أحسنتما. F A زائد H يساوي تقريبا F A زائد فتحة A بH. انظر عبارة تقريب الخطي للدالة F في جوار نقطة A. F A زائد H F A زائد H يساوي تقريبا F A زائد فتحة A بH. انظر هلق ال A زائد H راح تكون هي النقطة المعطاة. نعم الـ 46 درجة. الـ A طلاب 46 درجة. الـ A زائد H أقصد. A زائد H. الـ A مين بدها تكون 45 درجة. والـ H على 4. 1 درجة. أحسنتي. أنا عندما أقول 45 درجة و 46 درجة أنا لا أعطي قيمة عددية. 45 درجة ليس لها قيمة عددية. القياس بالدرجات ليس قياسا عدديا. لذلك أنا مضطر حول قياس من الراديان من الدرجات إلى الراديان. الخمسة وأربعين درجة هلق بدي أعوضها بي على أربعة. بي على أربعة. والواحد درجة بدي أعوضها بي. بي على 180. والستة وأربعين درجة. مين بدي أعوضها؟ بي على أربعة زائد بي على 180. شو يعني؟ 45 درجة زائد واحد درجة. درجة واحدة. تماماً. بدي أعوضها 45 زائد واحد. بي على 4 زائد بي على 180. لأن أنا ما بقدر أقول F 45 درجة. الكلام ليس منطقي لأن الدالة هي دالة عددية ما بتدخل جواتها غير الأعداد. إذن طلاب نأخذ الـ A 45 درجة واللي هي بي على 4 راديان والH 1 على درجة تساوي بي على 180 راديان والـ A زائد H هي بي على 4 زائد بي على 180 راديان مثل ما كتبت بالقلم الأزرق فوق. يصير معي طلاب F الـ B على 4 زائد B على 180 يعني هاي ميني هاي؟ هاي عيني هاي ساين 46 ديجري. ساين 46 درجة هاي هي تساوي تقريبا F الـ B على 4 زائد الفتحة عند الـ B على 4 في H H B على 180. F الـ B على 4 هاي هي علاقة FX. FX تساوي ساين X. الفتحة عند الـ B على 4 هاي هي كوساين X معناته ساين الـ B على 4 زائد كوساين بي على 4 في بي على 180. في البي على 4 زائد بي على 180 تساوي تقريبا ساين البي على 4 زائد بي على 180 بكوساين بي على 4 ما بيأثر الضرب عملية تبديلية. ساين البي على 4 قديش طلبنا؟ 1 على جذر 2. ممتاز. ساين البي على 4 هي 1 على جذر 2 وكوساين البي على 4 كمان قديش؟ 1 على جذر 2. أحسنتم جميعا. بيصير عندي واحد على جذر اثنين انظر زائد واحد على جذر اثنين في بي على 180. نعم نكتب واحد على جذر اثنين نطالب عامل مشترك بصفي عندي واحد على جذر اثنين بواحد زائد بي على 180. دائما طلابنا في عبارة التقريب الخطي F الـ A زائد H وتساوي F الـ A زائد الفتحة A بـ H الـ A هي راح تكون النقطة الشهيرة
اي زائد اتش النقطه المعطاه. اتش هي نص قطر الجوار، هي المسافه التي تصل النقطه المعطاه بالنقطه الشهيره. نستعرض مثال اخر عن التقريب الخطي ايضا، انتبهوا لي جميعا. لدي ايضا طلاب مثال عن التقريب الخطي. اوجد قيمه تقريبيه للعدد لوغاريتم 7.9. تو طلب مني قيمه تقريبيه لساين 46، انا بحاجه لاعرف دالي. تو عرفت اف اكس تساوي ساين اكس، هلا بدي اعرف دالي اف اكس والتي تساوي مين؟ لوغاريتم الاكس. لوغاريتم الاكس، لوغاريتم الاكس. الحل لتكون لدي الدالي اف اكس تساوي لوغاريتم الاكس الاشتقاقيه على كل ار ومشتقها اف فتحه اكس تساوي 1 على اكس. طبعا طلاب هذا السؤال بيجيك بس اشو ناقص هالكلام. اذا علمت على المساعدي ان عشان يكتمل السؤال لوغاريتم 2 يساوي تقريبا 7 بالعشرة. معليش قلت لتكن لدي الدالي اف اكس التي تساوي لوغاريتم الاكس الاشتقاقي على كل ار ومشتقها اف فتحه اكس تساوي 1 على اكس. عندئذ عباره التقريب الخطي لهذه الداله هي اف الاي زائد اش يساوي تقريبا زائد فتحه اي باش. بعض انا وياكم الاي زائد اش راح ناخذها القيمه المعطاه 7.9. بدي اقرب ال 7.9 لمين بقربها؟ 8. الاش راح ناقص 1 بالعشرة. ناقص 1 بالعشرة سالبي. نعوض مع بعض انا وياكم طلابنا. اف ال 7.9 يساوي تقريبا اف 8 مثل ما كنتم شايفين. 8 زائد اف فتحة عند اف فتحة 8 بي ناقص 1 ناقص 1 على 10 بالعشرة ما بيأثر. هلا نكتبها على شكل كسر. اف 8 طلاب هي لوغاريتم 8 زائد اف فتحة عند 8 1 على 8. هذا القالب اللي بعوض فيه اف اكس وهذا القالب اللي بعوض فيه اف فتحة اكس. 1 على 8 بناقص 1 بالعشرة. لوغاريتم 8 انا ما بقدر اوجد لوغاريتم 8، لذلك انا بدي استعيد اوصل لوغاريتم. لوغاريتم 8 هي لوغاريتم 2 للتكعيب مثل ما بتقول زميلتنا، شكرا لها. وجميعنا يعلم ان لوغاريتم اكس اس ار هي ار بلوغاريتم اكس، 3 بلوغاريتم 2 والتي تساوي 3 ب 7 بالعشرة، لانه هو بنص السؤال عطاك لوغاريتم 2 7 بالعشرة، 3 ب 7 بالعشرة والتي تساوي 2.1. هاي الكلام تكتبه انت هون بتعوضها 2.1 ناقص 1 بالعشرة على 8. بدي تخلص من الفاصل العشري في البسط، اضرب البسط والمقام بعشرة بيصفي عندك 2.1 ناقص 1 على 80 ضربت بعشرة، اضرب البسط والمقام ب 80 ووحد وحد المقامات نعم هون وأحصل على الجواب. واضح طلاب مفهوم التقريب الخطي وتماس الخطوط البيانية؟ تمام واضح. إذن كما رأيتم جميعا هكذا أحل مسائل التقريب الخطي ومسائل تماس الخطوط البياني. سأنتقل الآن إلى سؤال آخر. يقول هذا السؤال أثبت صحة المتراجعة لوغاريتم 1 زائد X أظهر تساوي X أيا كانت X تنتمي إلى المجال المذكور من ناقص 1 مفتوح حتى الزائد لا نهاية. إثبات صحة متراجعة مهم للامتحان طلابنا، مركز كلياتنا عليه. سؤال أثبت صحة المتراجعة أن لوغاريتم 1 زائد X أظهر تساوي X أيا كانت X تنتمي إلى المجال المفتوح من ناقص 1 للزائد لا نهاية. جميعنا يعلم لإثبات صحة متراجعة عددية تتعلق بمتغير X ننقل جميع حدود المتراجعة إلى الطرف الأيسر، نسمي الطرف الأيسر دالي، ثم ندرس اضطراد الدالي على المجال المعطى. انظر الحل، ننقل جميع الحدود إلى الطرف الأيسر بيصير عندي لوغاريتم 1 زائد X ناقص X أظهر تساوي صفر. لماذا؟
لانه اشاره المتراجح اصغر او تساوي. فكم شايفين هذا الشكل بدي اسميه دالي. نفترض وجود دالي اف اكس التي تساوي لوغاريتم 1 زائد اكس ناقص اكس، نعم، ولنثبت ان اف اكس اصغر او تساوي صفر. معناته شو بسوي؟ ندرس اضطراد الاف. كيف بدرس اضطراد اف؟ اشتق وبدرس اشاره المشتق وبنظم جدول اضطراد. ندرس اضطراد الدالي اف على المجال من ناقص واحد للزائد لنهائي. هذا يؤدي مثل ما قلت لك، مشان تدرس اضطراد بتشتق اف فتحه اكس. انظروا جميعا، هاي الدالي اف اكس موجوده جوات المستطيل، بدي اشتق لوغاريتم من واحد زائد اكس. مشتق ما داخل لوغاريتم ما داخل لوغاريتم، واحد على واحد زائد اكس ناقص مشتق الاكس واحد، واحد على واحد زائد اكس ناقص واحد. وحد المقامات، اضريب باكس زائد واحد، يصفي عندك هون واحد ناقص الاكس زائد واحد على واحد زائد اكس. بتروح الواحد مع الناقص واحد بيصفي عندي ناقص اكس على اكس زائد واحد مثل ما كنتم شايفين امامكم. المشتق هو ناقص اكس على واحد زائد اكس او على اكس زائد واحد بس. بدرس اشارته، بنعدمه. متى ينعدم الكسر؟ عندما ينبسط. تمام. الفتحه اكس يساوي صفر، مثل ما كنا بتقولوا ناقص اكس يساوي صفر ومنه اكس يساوي صفر. تماما، انعدم البسط عند الصفر وصوره الصفر تساوي صفر. فتحه اكس يساوي صفر، هذا يؤدي ناقص اكس يساوي صفر ومنه اكس يساوي صفر واف الصفر تساوي صفر. ما كنا شايفين الكل. جدول الاضطراد بدي اعرف عن الاشاره. اشاره الفتحه اكس من اشاره البسط لان المقام موجب. بسبب مين؟ بسبب اللوغاريتم. شو السبب؟ اللوغاريتم. السبب انا وضعت مجال الدراسي بناء على ان يكون ما داخل اللوغاريتم موجب. بيصير معي طلابنا اشاره البسط، خلينا ندرسها على جنب معلش، هاي اكس وهاي الناقص اكس من ناقص لا نهائي حتى الزائد لا نهائي. البسط بينعدم عند الصفر قبل الصفر موجب يخالف، وبعد الصفر سالب يوافق. من هذا الجدول اقتص منه مجال الدراسي. مجال دراستي من ناقص واحد للزائد لنهاية، كل شيء تحت الناقص واحد ما بدي اياه. من خط الاحمر الى اليمين بدي نزلها لك على جدول اضطراد. انظر، هاي اشاره البسط درسناها، جدول اضطراد طلاب، هاي اكس فتحه اكس اف اكس كما ترون جميعا. اذا المشتق ساوى الصفر عند الصفر وصوره الصفر صفر، قبل كان موجب مثل ما كنتم شايفين، وبعد سالب. هذا الجدول نزلته أنا هون على السطر الثاني، موجب بعدين سالب. لما يكون موجب الدالة متزايدة، يعني السهم طالع لفوق، إذن انظر السهم طالع، ولما تكون متناقصة السهم نازل لتحت. نعم، لما تكون المشتق موجب الدالة متزايدة تماما، ولما يكون المشتق سالب الدالة متناقصة تماما كما ترون جميعا طلاب. أقول من السطر الثالث من جدول التغيرات fx تتزايد إلى صفر ثم تتناقص، معناته fx وين عم تتحرك طلاب؟ توصل لعند تماما. من السطر الثالث من جدول الاضطراد أجد أن F X أصغر أو تساوي الصفر. إذن من السطر الثالث من جدول الاضطراد أجد أن F X أصغر أو تساوي الصفر. هل أحد لديه سؤال عن دراسة الاضطراد وإثبات صحة المتراجحات؟ لا أستاذ، ما في. إذا من السطر الثالث من جدول الاضطراد نجد أن اف اكس أصغر أو تساوي الصفر. لإثبات صحة متراجح عددي تتعلق بمتغير اكس، ننقل جميع حدود المتراجحة إلى الطرف الأيسر وأقوم بدراسة اضطراد الدالي.
الآن طلاب نستعرض سؤال آخر. لتكن لدي الدالة F المعرفة على R بالعلاقة Fx التي تساوي ساين إكس زائد كوساين إكس زائد واحد. أثبت أن للدالة قيمة كبرى شاملة وقيمة صغرى شاملة. سؤال مهم للفحص. لتكن لدي الدالة Fx التي تساوي ساين إكس زائد كوساين إكس زائد واحد. أثبت أن للدالة F قيمة كبرى شاملة وقيمة صغرى شاملة. طبعاً قلنا أيام دراسة هذه المفاهيم أثناء المنهاج أنه لإيجاد القيمة الكبرى الشاملة والقيمة الصغرى الشاملة أقوم بدراسة اضطراد الدالة F وأنظم بها جدول وأنظر إلى أقوم بدراسة أقصى التغيرات الدالة. معرفة القيم الكبرى الشاملة والصغرى الشاملة أقوم بدراسة التغيرات وأنظم بها جدول وأنظر لسطر الثالث من جدول التغيرات. ولكن أنا هون طلاب الدالة الساين والكوساين هاي دوال دورية توابع جيبية، نعم سلاسل فوريه، لذلك أقول دراسة اضطرادها رح يكون على مجالات، نعم، ولكن أنا هون ما رح أقدر أدرس التغيرات. ماذا أفعل؟ أقوم بحصر الدالة. نقوم بحصر الدالة مثل متوها ما حصرنا الدالة في مبرهنة الإحاطة. وجميعنا يعلم مشان يحصر الدالة لازم ينطلق من الساين أو الكوساين، ولكن أنا هون عندي الساين والكوساين مع بعضهم بنفس الوقت، لذلك من الصعب علي أن أحصر الدالة حصر دقيق. كلامي دقيق كمان. انظر الساين والكوساين مع بعضهم ما بينحصروا مثل ما بعرف أنا أحصرهم، هني بينحصروا ولكن ما بينحصروا بمجالهم بالمجال النظامي. مشان أنا أحصرهم بالمجال المطلوب لازم أنا أعيد هيكلية الدالة وأعيد صياغتها من أول وجديد. نعم، يا بدي أكتبها بدالة الساين يا بدي أكتبها بدالة الكوساين، ماذا أفعل طلاب؟ سوف أعيد هيكلية الدالة من جديد، وذلك بالاعتماد على قوانين المثلثات. الفكرة طلاب الحد الأول بضرب بجذر 2 وبقسم على جذر 2، والحد الثاني بضرب بجذر 2 وبقسم على جذر 2. طبعا هاي فيها قوانين ثابتة من برا منهاجكم، ولكن في هذا في هذا المثال احنا مهم للفحص ولازم لنا. اذا الساين بضربه بجذر 2 وقسمه على جذر 2، والكوساين بضربه بجذر 2 وقسمه على جذر 2 كما ترون امامكم، وبنزل الواحد ثم اخرج جذر 2 عامل مشترك. انظر كيف اني اخرج جذر 2 من الحدين الاول والثاني. جذر 2 ب1 على جذر 2 ساين اكس زائد 1 على جذر 2 كوساين اكس زائد 1. طلابنا راح استبدل الواحد على جذر 2 بساين البي على 4، والواحد على جذر 2 بكوساين البي على 4، لأنه كلياتكم بتعرفوا انه ساين البي على 4 واحد على جذر 2، وكوساين البي على 4 واحد على جذر 2، بتصير مع اف اكس تساوي جذر 2 بساين البي على 4 بساين الاكس زائد كوساين البي على 4 بكوساين اكس، والكل زائد 1. ساين ساين زائد كوساين كوساين هي كوساين الفرق. في عندكم قانون هذا لازم يكون محفوظ عند الجميع، ماذا يقول؟ كوساين الفا ناقص بيتا يساوي كوساين الفا بكوساين بيتا زائد ساين الفا بساين بيتا. كوساين الفا ناقص بيتا كوساين الفا كوساين بيتا زائد ساين الفا ساين بيتا، كوساين كوساين زائد ساين ساين. لذلك ساين ساين زائد كوساين كوساين الضرب والجمع كلاهما عمليتين تبديليتين، استطيع ان اكتب المقدار الموجود جوات القوس على انه كوساين اكس ناقص بي على 4. اف اكس صارت جذر 2 بكوساين اكس ناقص بي على 4، هذا القوس مال لزوم، زائد 1. هاي هي الهيكليه الجديده للداله بعد ما كتبتها بهالصيغه هاي. هلق بقدر احصرها بشكل دقيق، هلق بقدر احصر اف اكس بشكل دقيق. الان نقوم بحصر اف اكس، الان نقوم بحصر اف اكس. كيف بدي احصر الاف اكس طلاب؟ بدي انطلق من الكوساين محصور بين الناقص واحد والواحد، احسنتي. كوساين اكس كوساين اي مقدار، كوساين اكس ناقص بي على 4 محصور بين الناقص واحد والواحد. مشان ابني جسم الدالة
بضرب بجذر 2 بعدين بجمع 1 انظر ضربت بجذر 2 طبعا بضرب انا بمقدار موجب ما بيأثر شيء على الاطراف يصفي عندي ناقص جذر 2 اصغر او تساوي جذر 2 بكوساين اكس ناقص بي على 4 اصغر او تساوي جذر 2 يعني 1 جذر 2 جذر 2 بجمع 1 يصفي عندي 1 ناقص جذر 2 اصغر او تساوي جذر 2 بكوساين اكس ناقص بي على 4 زائد 1 اصغر او تساوي 1 زائد جذر 2 عيني انا شو صار عندي صار عندي بصراحه اف الاكس اكبر او تساوي 1 ناقص جذر 2 اصغر او تساوي 1 زائد جذر 2 مثل ما كنتم شايفين الكل اف اكس اكبر او تساوي 1 ناقص جذر 2 اصغر او تساوي 1 زائد جذر 2 معناته من خلال استقراءك لها المتراجحة الأخيرة جميع قيم X من R يتحقق من أجلها F X أكبر من 1 ناقص جذر 2 أظن 1 زائد جذر 2 وعليه أستطيع القول أن الواحد ناقص جذر 2 قيمة صغرى محلية للدالة F وأقصد قيمة صغرى شاملة قيمة صغرى شاملة للدالة F والواحد زائد جذر 2 قيمة كبرى شاملة للدالة F وبذلك أستطيع أن أثبت أن لهذه الدالة قيمة كبرى شاملة وقيمة صغرى شاملة وعليه أستطيع أن أثبت أن لهذه الدالة قيمة كبرى شاملة وقيمة صغرى شاملة مثل ما قلتكم طلاب كما ترون جميعا نحن هون لا أستطيع أني أدرس تغيرات الدالة لأنها توابع جيبية نعم منهجنا المدروس ما بيدعمنا بالشكل الكافي لأنه ندرس تغيرات التوابع الجيبية لذلك لحنا شو عملنا قمنا بحصر الدالة وما بنقدر نحصرها بهيئتها هاي نعم لذلك أعدنا هيكليتها من جديد كتبناها بهيئة جديدة وقمنا حصرناها مشان نعرف من خلال هذا الحصر القيمة الكبرى الشاملة والقيمة الصغرى الشاملة واضح طلاب نعم أستاذ واضح أستاذ نعم طلاب في الدقائق اللي بقت معنا بدي حل 4 أو 5 تكاملات وانهي جلسة اليوم نعم الآن سوف أنتقل إلى حل التكاملات انتبهوا لي جميعا يقول السؤال أوجد كل تكامل مما يأتي لدي تكامل الجذر الثالث لإكس مربع زائد 5 جذر الإكس بدي إكس انظر تكامل الجذر الثالث لإكس مربع زائد 5 جذر الإكس بدي إكس دائما وكل ياتنا جذر لا نقبل نحول الجذر لأس كسري الجذر النوني لإكس أس أم يساوي إكس قوة أم على أن المقام رتبة الجذر والبسط أس ما تحت الجذر ثم أطبق قاعدة تكامل إكس أس آر تكامل X أس R هي 1 على R زائد 1 ب X أس R زائد 1 بيصير معي طلابنا الجذر الثالث X مربع هي X أس 2 على 3 وجذر X هي X أس نص معناته تكامل X أس 2 على 3 زائد 5 ب X أس نص DX نطبق قاعدة تكامل X أس R 1 على 2 على 3 زائد 1 ب X أس 2 على 3 زائد 1 الخمسة هون ما لها علاقة 5 ب 1 على نص زائد 1 بإكس أس نص زائد 1 نعم هون نص زائد 1 وهون نص زائد 1 هون طبعا عندي 5 بيصير معي طلاب 2 على 3 زائد 1 5 على 3 5 على 3 قلبت صارت 3 على 5 بإكس أس 5 على 3 زائد نص زائد 1 3 على 2 صح انقلبت 2 على 3 ب 5 10 على 3 ب اكس اس هون نص زائد 1 3 على 2 معناته بيصير عندي 3 على 5 ب اكس اس 5 على 3 زائد 10 على 3 يعني 5 ضرب 2 على 3 10 على 3 ب اكس اس 3 على 2 زائد الكونست كونست هو ثابت التكامل يعني زائد سي هلق برجع الأس الكسري للجذر الأس الكسري أنا ما بتعامل فيه غير إذا بدي اشتق أو كامل بيساعدني في العمل مو أكثر ما ببقي على حاله
برجعه للجذر أو للكسر. لاحظ بصفي عندي 3 على 5 الـ X أس 5 على 3 وفق الجذر النوني الـ X أس M هو الجذر الثالث لـ X أس 5. المقام رتبة الجذر والبسط هو أس ما تحت الجذر زائد 10 على 3 بالجذر التربيعي لـ X مكعب زائد 10 على 3 بالجذر التربيعي لـ X مكعب زائد C. دائما طلابنا التكامل إذا عندي جذور نعم عندي جذور بدي أحولها لأس كسري لحتى أقدر كامل مشان طبق قاعدة تكامل X أس R. تكامل X أس R هو 1 على R زائد 1 بـ X أس R زائد 1. أيضا لدي التكامل تكامل ساين 4X كوساين 3X DX. جميعنا يعلم أن التكامل لا يدخل على الجمع والطرح، التكامل بيدخل فقط على الضرب والقسمي. كيف أنا يا طلاب بدي أتعامل مع التكامل؟ تكامل ساين 4X بكوساين 3X DX. هنا هذا التكامل شو بيقول؟ قوانين تحويل الجذع لمجموع. ممتاز. تساثير التحويل. تذكر أن ساين ألفا بكوساين بيتا هو نص ساين الألفا زائد بيتا زائد ساين الألفا ناقص بيتا. ساين كوساين هو نص ساين المجموع زائد ساين الفرق، معناته نص ساين 4X زائد 3X 7X، نص ساين 7X زائد ساين الفرق 4X ناقص 3X X. النص بتطلع لبرا التكامل مثل ما كنتم شايفين، نص طلعت برا التكامل. انظروا جميعا بيصير عندي نص تكامل الساين هون، نص تكامل ساين السبعة إكس هو ناقص واحد على سبعة كوساين سبعة إكس، تكامل الساين إكس ناقص كوساين إكس زائد سي. كما ترون جميعا طلاب النص دخلناها على القوس، نص بناقص واحد على سبعة ناقص واحد على 14 كوساين سبعة إكس، نص بناقص كوساين ناقص نص كوساين إكس زائد سي. إذن تكامل ما بيدخل على الضرب والقسمي وإنما بيدخل على الجمع والطرح فقط. أيضا لدي التكامل تكامل واحد ناقص إكس للتربيع على إكس جذر الإكس. تكامل واحد ناقص إكس للتربيع على إكس جذر الإكس. كيف بدي أحل هذا التكامل طلاب؟ مثل ما قلت لكم شوي التكامل ما بيدخل على الضرب والقسمي، ما بيدخل غير على الجمع والطرح. شو راح أعمل؟ عندي متطابقات بدي فكها، فك المقام بدي فكها. انظر فكيت المتطابقة في البسط، مربع الأول المقام يصير إكس ناقص 60 بالأول بالثاني زائد مربع الثاني، والمقام شو راح أتعامل معه؟ بس أكتبه أس نص ونطلع ممتاز. واحد بإكس أس نص هي إكس أس 3 على 2، هي X أس 3 على 2 كما ترون جميعا طلاب. الـ X أس 3 على 2 هلأ طالح لفوق بـ X أس سالب بيطلع معي تكامل X أس ناقص 3 على 2 بـ 1 ناقص 2 X زاد X مربع بـ DX. هلأ الـ X أس ناقص 3 على 2 بدخلها على القوس بتدخل عليه حدا حدا، X أس ناقص 3 على 2 بـ 1 هي X أس ناقص 3 على 2 لا تنسى لي إشارة تكامل، ناقص 2 ما لها علاقة بالضرب، X أس ناقص 3 على 2 بX أس 1 ناقص 3 على 2 زائد 1 ناقص نص، X أس ناقص 3 على 2 بX أس 2 ناقص 3 على 2 زائد 2 X أس نص. طبق تكامل X أس R. تكامل X أس R هو 1 على R زائد 1 بX أس R زائد 1. بيصير معي طلاب 1 على ناقص 3 على 2 زائد 1 بX أس ناقص 3 على 2 زائد 1، ناقص 3 على 2 زائد 1 ناقص نص، انقلبت صارت ناقص 2 بإكس أس ناقص نص. هون 2 1 على ناقص نص زائد 1 ناقص نص زائد 1 نص، انقلبت صارت 2 بناقص 2 ناقص 4 بإكس أس نص. 1 على نص زائد 1 3 على 2 انقلبت صارت 2 على 3 بإكس أس 3 على 2 زائد سي. إذن
التكامل ما بيدخل على الضرب القسمي، وإنما بيدخل فقط على الجمع والطرح. لذلك الدال المستكملي لازم أن أكتب على صيغة جمع وطرح لحتى أقدر كاملة. واضح طلاب؟ واضح أستاذ. واضح أستاذ. أيضا طلاب لدي التكامل التالي. تكامل ساين مكعب إكس بساين 2 إكس دي إكس. كيف أنا بدي حل هذا التكامل؟ تكامل ساين مكعب بساين 2 إكس دي إكس. في الحقيقة طلاب دساتير قانون المثلثين. تماما دساتير التحويل بتشتغل معنا عند اللي بيكون الساين أو الكوساين مرفوعات الأس واحد. مجرد صار الساين غير أس واحد أو الزاوية غير أس واحد بدنا نفكر بشيء غير دساتير التحويل. عم يقولنا زميلنا إبراهيم عليك بأن تطبق قوانين مثلثات. عم يفكر إبراهيم بتوحيد الزوايا. هاي صعوبة التكاملات والنهايات. ساين 2 إكس هي مين؟ 2 ساين إكس بكوساين إكس بيصير معي طلاب تكامل. شوف عيني هاي التين كتبتها في أقصى اليسار. ساين مكعب إكس بساين إكس كوساين إكس. ساين مكعب بساين ساين أس 4 واثنين طلعت لبرا. اثنين بتكامل ساين أس 4 إكس بكوساين إكس دي إكس. اثنين بتكامل ساين أس 4 إكس بكوساين إكس بي دي إكس. رجعنا للضرب. رجعنا للضرب. ولكن نحن لازم نكون دقيقين. منقول ما بتصير هاي تكامل كوساين إكس بساين إكس أس 4 وجميعاً منفكر بتكامل جي فتحة بجي أس آر. من هو تكامل جي فتحة بجي أس آر؟ هو واحد على آر زائد واحد بجي أس آر زائد واحد. عيني تكامل جي فتحة بجي أس آر هو واحد على آر زائد واحد بجي أس آر زائد واحد. الجي هي الساين، الجي فتحة هي الكوساين. نعم معناته اثنين ما لها علاقة. بتصفي معي اثنين بواحد على خمسة بساين أس خمسة إكس. يعني اثنين على خمسة بساين أس خمسة إكس زائد سي. لا تنسى عليه الكونست. هذا السي عليه علامات. التكامل غير محدد. يعني التكامل غير محدد هو مجموع جميع الدوائر الأصلية. أيضا طلاب لدي التكامل تكامل إكس على جذر 2 إكس زائد 1 بدي إكس. كيف طلابنا؟ أنا بدي أقوم بحل هذا التكامل. تكامل إكس على جذر 2 إكس زائد 1 بدي إكس. من لديه طريقة؟ أنا أسمعكم. من الجذر. ماذا؟ أستاذ جذر متحول. من جذر. تغيير متحول. تغيير متحول. زميلنا محمود عم يقول نفكر بطريقة تغيير متحول وأنا معه. بس في طلاب هلق شو عم يخطر بذهنهم؟ عم يخطر بذهنهم أنه يكتبوا X باثنين X زائد واحد أس ناقص نص يرفعوا الجذر لفوق بأس سالب نص ويفكروا بهذا القانون صح؟ ولكن أستاذ نعمل عملية التجزئة؟ نعم هو بيصير بالتجزئة بس احنا خلينا بهاي الفكرة. رفعنا لفوق أس ناقص نص شو رح يصير معي؟ رح يصير معي هذا G ولكن للأسف هذا مو مشتقه. لذلك ما رح تزبط معنا تكامل جي فتحة بجي أس آر. لذلك رح نفكر بطريقة تغيير متحول. إذا تغيير المتحول بصراحة بتزبط بالتجزئة ولكن ما عودتكم أنا أنه نحل التجزئة بهيك لهيك تكاملات. بفرض أن اليو هو جذر 2 إكس زائد 1. أنا هلق رح أتعامل مع اليو. لذلك راح أكتب الـ X والـ DX بدلالة الـ U. نكتب X والـ DX بدلالة U. كيف أنا بدي أكتب الـ X والـ DX بدلالة الـ U؟ ربع. نعم مشان أحصل على الـ X بعدين بفاضل. ربع الطرفين هون وربع كما كنا شايفين. ربع هاي العلاقة يصير مع U مربع يساوي التربيع روح الجذر 2X زائد 1 ومنه الـ X تساوي نص U مربع ناقص نص. كيف يعني؟ الواحد نقلت على الطرف اليسار صفى عندي U مربع ناقص 1 يساوي 2X ومنه X يساوي نص U مربع ناقص نص. هاي الـ X
نعم هلق بدي عوضه. هلق نفاضل الطرفين. نفاضل الطرفين. مشتق الإكس واحد بدي إكس. مشتق نص يو مربع ناقص واحد هو نص باتنين يو. راحت النص مع اتنين صفى عندي يو بدي يو. معناته دي إكس هي يو بدي يو. صار عندي طلابنا اليو هو جذر اتنين إكس زائد واحد. والإكس هو نص يو مربع ناقص نص. والدي إكس هي يو بدي يو. هلق نعوض في آي. نعوض في آي. شوف عيني. الإكس هي نص يو مربع ناقص نص. الجذر هو يو. الدي إكس هو يو بدي يو. راحت اليو بالبسط مع اليو بالمقام. صفت عندي تكامل نص يو مربع ناقص نص. يبدو أني أخرجت النص. صار عندي تكامل نص بيو مربع ناقص واحد بدي يو. تكامل مألوف وسهل عند الجميع. النص طالع على برا. تكامل يو مربع ثلث يو مكعب ناقص تكامل واحد هو يو. سكر القوس زائد سي. هيك أنا بكون أنجزت التكامل. أقول بالعودة للمتحول إكس. بالعودة للمتحول إكس بدي استبدل كل يو بمين؟ بجذر 2X زائد 1. بيصير معي طلاب النص ما له علاقة والثلث كمان. اليو مكعب هو الجذر التربيعي ل 2X زائد 1 والكل التكعيب. جذر 2X زائد 1 والكل التكعيب ناقص اليو هو جذر 2X زائد 1 كما ترون طلاب. أنا هون جيت بدي حل هذا التكامل. فكرت بتكامل جي فتحة بجي أس أر ولكني لم أستطيع. سبب ذلك أنه الدالي الموجودة جوات القوس مشتقها مو إكس. لذلك أنا هون اضطريت لتغيير المتحول. فرط الجذر هو متحول جديد راح أتعامل معه. معناته الإكس والدي إكس لازم ينكتبوا بدلالة هالمتحول. ربعت عزلت الإكس فضلت الطرفين لحتى حصلت على الدي إكس ثم عوضت بآي. حصلت على تكامل مألوف بالنسبة ليو. حليت هالتكامل نعم ورجعت إلى المتحول X. بهذا طلابنا نكتفي اليوم. نعم إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى راح تكون غدا سوف نتابع حل في التكاملات ونتناول تطبيقات التكامل والمقاربات ونحل مسائل تغيرات. هذا الشيء راح يكون إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة. شكرا لكم جميعا.